تكلمنا أن الإضاءة أهم موضوع في الصورة، أن ناخذ الإضاءة الصحيحة للصورة. فإذا قلنا الصورة أوفر يعني الصورة إضاءتها زيادة، فإذا دخلت إضاءة زيادة للكاميرا ممكن تحرق الصورة أو تخرب الصورة. كذلك العكس، إذا كانت الإضاءة قليلة ممكن تكون الصورة أندر يعني إضاءتها نازلة. في حال أنك عرفت للكاميرا أكثر، وضعت الكاميرا على الوضع المانيوال أو اليدوي، ممكن أنت هني تتحكم كمية الإضاءة عن طريق ثلاث أشياء اللي هما الأبريتشر فتحة العدسة، سرعة الشتر، والآيزو حساسية الإضاءة. إذا عرفت الأشياء هذه عدل راح تأخذ لك صورة واضحة من غير أوفر ولا أندر.